كيف يطيل الإنسان عمره؟ الإنسان أيها الإخوة بفطرته يحب الحياة ويحب أن يطول عمره، بل يحب الخلود لو استطاع. قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. من هذا الباب كما قال علماء التفسير دخل إبليس على أبي البشر آدم عليه السلام فوسوس إليه، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ واليوم الأدوية التي توهم الناس بأنها تطيل أعمارهم وتعيد لهم شبابهم تروج رواجا كبيرا، لأن الإنسان مفطور على حب الحياة، يتمنى أن يطول عمره، يتمنى لو استطاع أن يخلد في الدنيا. أيها الإخوة الكرام، الدين نفسه يعد طول العمر نعمة إذا استخدم في نصرة الحق وعمل الخير. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. لكنكم كما تعلمون وكما يعلم كل حي، الموت نهاية المطاف، وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. وملك الموت تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. يا أيها الإخوة الكرام، إذا كان الموت خاتمة المطاف ونهاية الحياة، فالعمر إذن جد قصير، قصير جدا مهما طال. العمر الذي يعيشه الإنسان لأنه ينتهي ولأن الموت ينهي هو جد قصير، لكن الإنسان أيها الإخوة بإمكانه أن يطيل عمره إلى ما شاء الله، بل بإمكانه أن يعيش عمرا ثانيا بعد موته. ما السبيل إلى ذلك؟ أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذه الحقيقة: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به ومسؤول عنه. لا بد من موت ينهي الحياة. الطب مهما تقدم لم يستطع، تقدم الطب كثيرا وزرع قلبا مكان قلب، ومع ذلك لم يستطع أن يمد العمر الذي أعطاه الله للإنسان. والإنسان بالعلم وصل إلى القمر، ومع ذلك لم يستطع أن يزيد في عمر الإنسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه الإمام البخاري: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. لا بد من الموت. الآن دخلنا في الموضوع أيها الإخوة. العمر الحقيقي للإنسان ليس هو مجموع السنوات التي يمضيها الإنسان بين ولادته وبين دفنه، لكن العمر الحقيقي للإنسان هو مقدار الأعمال الصالحة التي فعلها في هذا العمر. العمر يغتني بالأعمال الصالحة ويضعف ويقصر بفقر الأعمال الصالحة أو بقلة الأعمال الصالحة. أيها الإخوة الكرام، الإنسان قد يعيش 130 عاما كشأن معمري بعض البلدان في شمال الكرة الأرضية، ومع ذلك قد لا نعرفهم ولا نعرف شيئا عنهم، وقد يعيش عمرا قصيرا مفعما بالأعمال الصالحة. فبعض الأئمة والعلماء عاشوا أقل من 50 عاما
ومع ذلك ملأ علمهم الآفاق وسارت بأخبارهم الركبان. فالعبرة في العمر لا بمدته بل باغتنائه بالعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم يقول: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. يعني أقرب مثل يوضح هذه الحقيقة: إنسان يعمل في التجارة، فتح محله التجاري ساعة واحدة باع بمليون ليرة، وإنسان فتح محله التجاري 10 ساعات باع بمئة ليرة، فقيمة هذا العمل التجاري بمدة افتتاح المحل التجاري أم بمقدار الغلة التي حصلها في هذا العمل؟ هكذا المؤمن. فإذا أردتم أن تنمو أوقاتكم وأن تغتني أعماركم عليكم أن تستغلوها في معرفة الله ومعرفة منهجه وفي اتباع منهجه وفي العمل الصالح الذي يدني منه. أيها الإخوة الكرام، الإنسان بإمكانه أن يطيل عمره بمقدار ما يوفق فيه من عبادة لله تعالى متقنة وخالصة، ومن إحسان إلى خلقه، وكلما توافر لعمله الإخلاص والإتقان كان فضله وأجره أعظم عند الله. عبادة خالصة متقنة، صلوات، صيام، حج، زكاة، ائتمار بالأمر، انتهاء عما نهى الله عنه، خدمة الخلق، هذه العبادة وتلك الأعمال المتقنة والخالصة هي التي تغني العمر وتجعله مفعما بالخيرات. شيء آخر يغتني به العمر هذه الأعمال الصالحة، كلما كانت أشد نفعا وأكثر غنى وأشمل اتساعا كان العمر أغنى من عمر آخر. يعني إنسان وفق لهداية إنسان واحد، هذا عمل طيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وخير لك مما طلعت عليه الشمس، وخير لك من الدنيا وما فيها. إذا الإنسان وفق لهداية 10 العدد كثر، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين؟ وكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي بدل وجه الأرض بدعوته، والذي رسخ الفضائل والقيم بسيرته؟ فكيف بهؤلاء الصحابة الكبار الذين فتحوا البلدان وصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها ونشروا دين الحق في هذه الأرجاء التي كانت تعبد الأوثان؟ إذن ننتقل إلى فكرة ثانية، وهي أن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. فكلما اتسعت رقعة هذا العمل الصالح، وكلما اتسع وكلما كثر عدد الذين انتفعوا من هذا العمل الصالح، وكلما امتد أمد هذا العمل الصالح، وكلما عمق تأثير هذا العمل الصالح، كلما كان عمرك أغنى وأعظم عند الله. أيها الإخوة الكرام، لعلكم تغفلون عن أن الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. خالق السماوات والأرض يقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت الآن أيها الأخ الكريم تتمتع بالحياة، وبإمكانك في هذه الحياة المحدودة أن تكون بطلا، أن تتعرف إلى الله، أن تتعرف إلى منهجه،
أن تطلب العلم، أن تخلص العمل. فإذا بك، فإذا هذا العمر الذي يعده الناس شيئا مألوفا هو وعاء لبطولتك وسبب لرفعتك عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، العمل كلما اتسعت رقعته وكثر عدد المنتفعين به وامتد أمله وقوي تأثيره كان أدعى لأن يرفع شأنك عند الله، وكان أدعى ليكون هذا العمر ثمينا جدا، بحيث أن المؤمن يعرف قيمة الوقت، يعرف أن الوقت الذي يعيشه سوف يمضي، ويعرف أنه ما مضى فات، والمؤمل غيب، وله الساعة التي هو فيها. يا أيها الإخوة الكرام، كما قال علماء التفسير، الدعوة إلى الله عز وجل بعد معرفته حق المعرفة ومعرفة منهجه حق المعرفة والتطبيق والإخلاص هو في قمة الأعمال الصالحة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مرة ثانية، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ولكل درجات مما عملوا. روى الإمام مسلم في صحيحه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني هذا الذي دعوته إلى الله وتعبت في دعوتك إليه، أجهدت نفسك، بذلت الليالي الطويلة من أجل أن تدله على الله، أعماله كلها في صحيفتك من دون أن ينقص الله من أعماله شيئا. ومن الأعمال الجليلة فضلا عن الدعوة إلى الله الخالصة والمخلصة، من الأعمال الجليلة كما قال بعض العلماء: عدل الأئمة والولاة، لما فيه من إسداء الخير لمجموعات كبيرة من البشر. قال عليه الصلاة والسلام: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. وقد ورد في الأثر أن العدل حسن، لكن في الأمراء أحسن، وأن الورع حسن لكن في العلماء أحسن، وأن السخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، وأن الصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، وأن الحياء حسن لكن في النساء أحسن، وأن التوبة حسن لكن في الشباب أحسن. أيها الإخوة الكرام، كم من أناس وفقوا لأعمال كبيرة في أزمنة يسيرة حتى لا تحسب إنجازاتهم ضربا من الخوارق، لكنها البركة والتوفيق. قد يعجب الإنسان، فلان كيف يوزع وقته بين أعماله الجليلة؟ إنه التوفيق، وإنه أن الله سبحانه وتعالى وضع البركة في أوقاته. يعني الإنسان حينما يطيع الله عز وجل ويخلص له، الله سبحانه وتعالى يبارك له في أوقاته، يعني يلهمه إنجازات كبيرة في وقت يسير وبجهد قليل. هناك من العلماء من أحصوا صفحات مؤلفاتهم وقسموها على أيام حياتهم، فكانوا كتبوا في اليوم الواحد ما يزيد عن 90 صفحة. وهل بإمكان أحد منا أن يقرأ 90 صفحة كل يوم بشكل مستمر؟ أيها الإخوة الكرام، قدوتنا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وغير وجه التاريخ البشري إلى اليوم وإلى ما شاء الله. في 23 سنة أقام دنيا جديدة وديناً جديداً
ربى عليه جيلا فريدا وأنشأ أمة مثالية وأسس دولة عالمية في زمن يسير على الرغم من كل الصعوبات والمعوقات. أيها الإخوة الأكارم، موضوع الوقت موضوع دقيق جدا. شيء آخر يزداد ثقل العمل في ميزان الحق وتتضاعف قيمته ومثوبته عند الله عز وجل كلما كثرت المعوقات في سبيله وعظمت الصوارف عنه وقل المعين عليه. إذا كثرت المعوقات وعظمت الصوارف والمغريات وقل المعين عليه تزداد قيمة العمل. من هنا كان فضل الصحابة على من بعدهم كبيرة، لأنهم صدقوا الناس، صدقوا رسول الله حينما كذبه الناس، وآووه حينما أخرجه الناس، ونصروه حينما خذله الناس. فليسوا سواء من آمن من قبل الفتح والذي آمن بعد الفتح، ليس هناك نسبة تجمعهم. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. شيء آخر مما يرفع قيمة العمل أيضا أن يكون عند فساد المجتمعات واضطراب الأحوال، حين يجور الأمراء ويترف الأغنياء ويتجبر الأقوياء ويداهن العلماء وتشيع الفاحشة ويظهر المنكر ويختفي المعروف، في هذا الظرف الصعب تزداد قيمة العبادة ويزداد أجر الدعوة إلى الله ويزداد فضل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، في صحيح مسلم والترمذي حديث صحيح قدسي يقول الله عز وجل: عبادة في الهرج، أي في الفتن، كهجرة إلي. عبادة في الهرج كهجرة إلي. وعن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة قال: قلت كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال: قلت: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: سألت عنها خبيرة، لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك فيه، فعليك خويصة نفسك، إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن. وزاد عليه أبو داود قالوا: يا رسول الله، مثل أجر 50 منا أم منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وفي زيادة ثالثة قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. إذن عبادة في الهرج كهجرة إلي. 3 عوامل إذن ترفع من قيمة العمل: أن تتسع رقعته، وأن يمتد أمده، وأن يظل عددا كبيرا من الناس، وأن تعمق جذوره، وأن تكثر المعوقات والصوارف والمعينون، وأن يقل المعينون عليه، وأن يكون في زمن الفساد والفتن. من استطاع في زمن الفساد والفتن أن يحفظ دينه وأن يحفظ جوارحه وأن يأتمر بما أمر الله وأن ينتهي عما عنه نهى، فقد كان من النخبة الذين نوه بهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال، حينما وصفهم بأنهم أحبابه، قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان،
القابض على دينه كالقابض على الجمر. أيها الإخوة الكرام، هذا عن العمر الذي يحياه الإنسان، فماذا عن العمر الثاني؟ هناك عمر ثان. الإنسان إذا عرف ربه، عرف ربه وعرف سر وجوده وعرف حقيقة الحياة الدنيا وأخلص في طلب العلم والعمل، بإمكانه أن يطيل عمره وأن يمد حياته إلى ما شاء الله بعد موته، فيحيا وهو ميت ويؤدي رسالته للأحياء وهو تحت أطباق الثرى. كيف إذا ترك بعد موته ما ينتفع الناس به من علم نافع أو من عمل صالح أو من أثر طيب أو من حسنة تنفع الناس أو من سنة يقتدى بها أو من مؤسسة خيرية تؤتي ثمارها من بعده أو من ذرية صالحة أحسن تربيتها فكانت امتدادا لحياته من بعد موته؟ إذا تركت مثل هذه الأشياء فلك عمر ثان بعد موتك. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي حديث أكثر تفصيلا من هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره، أو ولد صالح تركه، أو مصحف ورثه، أو مسجد رفعه، أو بيت لابن السبيل بناه، أو نهر أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. كل هذه الأعمال تلحق صاحبها بعد موته. والذي يؤكد هذه الحقيقة قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار المترتبة على أعمالهم هذه تلحقهم بعد موتهم. والآية الثانية: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بما ترك من عمل صالح بعد موته. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والمقصود بالسنة الحسنة هنا المعنى اللغوي، يعني فعل شيئا لم يكن على عهد النبي لكنه يتوافق مع مقاصد الشريعة. أما البدعة المتعلقة بالدين فهذه البدعة مردودة كليا، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، اتفق العلماء على أن الذكر الحسن بعد الموت هو عمر ثان، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق، والبيت الشعري الذي يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. يا أيها الإخوة دققوا في هذا الكلام، أجل الأعمال وعليك أن تقبل عليها ما تجدد ثوابها بعد موتك: ولد صالح، علم منشور، عمل خيري عظيم، مؤلف يؤكد الحقيقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. أجل الأعمال عند الله ما تجدد ثوابها ونفعها بعد الموت، وأخطر هذه الأعمال التي تودي بصاحبها إلى قعر جهنم ما تجدد إثمها بعد الموت. أنشأ ملهى، هذا الملهى ترتكب فيه كل يوم معصية وتوفي صاحب الملهى، هذا العمل يتجدد إثمه بعد الموت. نعم، بقي علينا من موضوع الوقت آفات ثلاثة. الآفة الأولى هي الغفلة، يعني أخطر شيء يقع به الإنسان أن يغفل عن الموت.
وأن يغفل عن ربه. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غافل عن ساعة الموت، غافل عن حقيقة الدين، غافل عن الأمر والنهي. وقال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الإنسان حينما يغفل عن حقيقة وجوده وعن سر وجوده وعن مصيره المحتوم وعن حقيقة الحياة الآخرة وعن حقيقة رسالته في الدنيا فقد خسر نفسه، وأشد خسارة هي أن يخسر الإنسان نفسه. الصديق رضي الله عنه من أدعيته كان يقول: اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. مرض آخر من أمراض الوقت التسويف. قال بعض العلماء: احذروا سوف، وقال بعضهم: سوف جند من جنود إبليس. لأكثر الناس إن دعوته إلى التوبة يقول لك: حتى أؤدي الامتحان، أو حتى أؤسس هذا العمل، أو على أول الصيف، أو على أول الشتاء، أو بعد هذه السفرة، أو بعد هذا، أو بعد الزواج. هذا التسويف جند من جنود الشيطان. الحسن البصري يقول: إياك والتسويف، إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن لك غد فكن في غدك كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. فالتسويف أحد آفات الزمان. شيء آخر من أخطار التسويف أنك لا تضمن إلى أن تعيش إلى الغد. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من صحيح عاش، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. من قال غدا أفعل كذا، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. الشيء الثالث في التسويف: أولا لا تضمن الغد أن يأتي غد، والشيء الثاني لا تضمن أن يخلو الغد من معوقات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك. قد تأتي معوقات لم تكن في الحسبان، أنت الآن صحيح، أنت الآن لا تشكو من شيء، لو جاء مرض لا سمح الله ولا قدر هذا يشغلك عن الله عز وجل. ما دمت صحيحا فانتهز هذه الصحة اغتنمها، ما دمت قويا اغتنم هذه القوة، ما دمت شابا اغتنم هذا الشباب، ما دام القلب يخفق اغتنم هذا الخفقان، فإذا توقف القلب انتهت حياة الإنسان وختم أجله وختم عمله وانقضى أجله. أيها الإخوة الكرام، آخر آفة، هناك من يكيل السباب كثيرا للساعة التي ولد فيها وللساعة التي عرف فيها هذا كلام أهل الجاهلية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أوكلما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته
ما نقص في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تسب الزمان، إياك أن تسب جهة أخرى لا علاقة لها بك، أنت وحدك المسؤول عن أعمالك، أنت وحدك المسؤول عن اختيارك. هذا الذي جاء لسيدنا عمر وقد شرب الخمر فقال يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، قال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.